اليوم احتياط الصرف نتاعنا فات 60 مليار دولار، بفضل الرجال، بفضل العمل، بفضل الاستثمار، وبفضل الوعي الوطني اللي راه دروك اليوم على كل المستويات. الامور ما تتعلقش بشخص ولا شخصين، وتتعلق بكل اطارات هذه الدوله اللي قرروا باش ينقضوا الدوله هذه. والحمد لله النتيجه راها موجوده اليوم. الاحتياط اللي موجود يسمح للجزائر، ولو فيه كارثه بالنسبه للتصدير تاع محروقات ولا كذا، يسمح للجزائر عندها سنتين استيراد بدون مشاكل.